السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في سؤال يتكرر كثير جدا معايا، وصلني من أكثر من شخص، والسؤال هو: تعرف معهد لغة ما يوجد فيه عرب؟ والإجابة على هذا السؤال صراحة لها أكثر من جانب. أولا، ما في مدينة في العالم أو دولة في العالم ما يوجد فيها عرب، هذه النقطة الأولى. يعني لدرجة أنه حتى لو رحت لجرينلاند أو الأرض الخضراء، جرينلاند هذيك القطعة الجليدية الكبيرة يوجد فيها أيضا عرب، بس شخص واحد، لكن يوجد فيها عرب. حتى لو شفتوا في مدونتي، حيكون الرابط إن شاء الله موجود في الديسكريبشن، عندي مقال عن عنوان المقال هو المسلم الوحيد في الأرض الخضراء، أتكلم فيه عن المسلم الوحيد وأيضا عربي اللي موجود في جرينلاند. فالعرب موجودين في كل مكان، فالمسألة ما لها علاقة ب هل العرب موجودين في المدينة هذه أو في المعهد هذا أو غير موجودين. أعتقد الجانب اللي لازم نركز عليه هو جانب الممارسة، سواء درس في معهد فيه عرب أو معهد لا يوجد فيه عرب. ومثال، مثلا أحد الأخوان تواصل معايا وطلب معهد، هذا من آخر الأخوان، طلب معهد يكون جيد وما يوجد فيه عرب. والسؤال هذا طبعا دائما يأتيني، واللي منكم ما عنده فكرة عن سبب السؤال هذا، لأنه الغالبية يريدوا يمارسوا اللغة الإنجليزية، فيرى أنه من الأسهل له يمارس لما ما يكون في حواليه ناس يتحدثوا نفس اللغة. وهذا طبعا المنطق هذا صحيح، وفعلا لما ما يكون حواليك ناس يجيدوا لغتك حتجبر نفسك على التحدث. فالأخ هذا تواصل معي وقال يريد معهد لغة جيد في كندا وما يكون فيه عرب. فقلت له: يا أخي الكريم، العرب موجودين في كل مكان وما في مهرب من النقطة هذه، لكن في استثناءات طبعا، موجود فعلا في أماكن ما تجد فيها ناس يتحدثوا اللغة العربية. أعطيته بعض الخيارات، ومنها معهد موجود في أقصى شمال كندا، موجود قريب من حدود ألاسكا، يعني يحد شمالا القطب الشمالي ويحد غربا ولاية ألاسكا الأمريكية اللي برضو باردة جدا. المعهد اسمه، الكلية اسمها يوكن كوليدج، وكان في فترة من الفترات كنت هنتقل هناك عشان أعمل في هذه الكلية، فكان عندي معلومات كثيرة جدا عنهم يعني. لكن بصراحة يعني المنطقة هذيك درجة الحرارة في الشتاء قد تصل إلى سالب 70، يعني 70 درجة مئوية تحت الصفر، وأنا خالي يعني ما يجي، يعني بصراحة يعني ما يجي. يعني أنا في المدينة اللي أنا موجود فيها الآن، درجة الحرارة لما تصل إلى سالب 20 تحت الصفر يعني اتدمر صراحة يعني. فأذكر يوم من الأيام أنا والأهل خرجنا من البيت في الأيام الأولى اللي جينا فيها هذه المدينة، وكان درجة الحرارة تقريبا -20، لكن ما تعودنا على عادة أهل البلد دائما قبل ما تخرج تتأكد من درجة الحرارة. فخرجنا من البيت والله حتى ما عدينا عتبة الرصيف حق السكن. تعرف لما تخرج من الباب عادة في رصيف، وتعدي الرصيف مثلا راح مواقف السيارات أو راح محطة أو راح كذا، العتبة حتى حق الرصيف هذه ما عدينا، رجعنا البيت مباشرة من شدة البرد يعني. فصعب علي جدا أن أروح مكان فيه له سالب 70 درجة مئوية، مش ممكن. فتخليت عن الفكرة يعني ولأسباب أخرى ثانية. لكن اللي حصل أنه هذا الأخ طبعا وصيته بهذه الكلية بسبب أنها سعرها رخيص، ما يوجد فيها ناس تحدث اللغة العربية، أكاديمية هي جيدة، وفيها طلبة أجانب كثير يعني من اليابان، من البرازيل، من كوريا. فحتكون له إن شاء الله مناسبة جدا في مسألة أنه يجبر نفسه على تحدث اللغة العربية. لكن زي ما أنتم شايفين في مسألة يعني إيش هي الأمور اللي لازم تصبر نفسك عليها إذا تريد تروح مكان أو معهد ما يوجد فيه ناس يتحدثوا باللغة العربية. يعني المكان مثلا يكون بعيد ومقطوع، أو يكون مثلا ما في ناس يعني على الإطلاق، يعني بعيد يعني مثلا من ناحية الحالة الاجتماعية، أو مثلا يكون بارد جدا زي مثلا يوكن كوليدج. في حالات استثنائية جدا في بعض المعاهد، مثلا يكون المعهد يعني معهد جديد أو حجمه صغير، او مثلا المعهد مثلا في طور التطور. في استثناءات مثل هذه المعاهد، ممكن تجد مثلا معهد في مدينه كويسه وهاديه او دافيه وجميله وكذا، ويكون فيها هذا المعهد. فالان خلينا بس اذكر لكم بعض الفوائد لانك تكون في معهد لا يوجد فيه عرب، وايضا الفوائد لما تروح معهد يوجد فيه عرب. أولا الفوائد لمعهد
يوجد في عرب. الفائدة الأولى هو مسألة الحياة الاجتماعية. إذا شخص مثلا سافر لأول مرة في حياته يسافر، عادة اللي يسافر للخارج يدرس لغة عادة تكون في الغالب، مش دائما بس في الغالب، تكون أول سفرة لو لوحده انه يسافر او يعيش لوحده يعني. فوجود اشخاص يتحدث نفس لغتك حيسهل عمليه الانتقال لك للمكان الجديد اللي انت موجود فيه، فهذا شيء مفيد جدا لك. الامر الاخر برضو له علاقه بالمساله تعلم العادات في البلد، تعلم الاماكن اللي تحتاج تذهب لها، كيف تحافظ على امنك وسلامتك، امور كثيره ممكن ناس من 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 اهل نفس اللي يتكلموا لغتك يساعدوك فيها بشكل كبير جدا جدا. الأمر الآخر هو أيضا وجود ناس من نفس يتحدث نفس لغتك ما حيحسسك بالغربة، والإحساس بالغربة عادة يكون مرات عند بعض الأشخاص يعني شيء محبط وما يساعدك تؤدي دراسيا بشكل جيد. في حالات، لكن هي حالات أقل وأندر، إنه الغربة تعطي الشخص دافع فيجد نفسه بعيد مثلا عن أهله، بعيد عن مثلا أصدقاء وعائلته، فيجتهد أكثر عشان ينتهي من دراسته ويعود لهم مرة أخرى، لكن هذه حالات نادرة. الفائدة الثالثة هي أنه وجود أشخاص يتحدثوا نفس لغتك بالذات يعني بالنسبة للمسلمين، هذا يساعدك كثير جدا في أشياء كثيرة. إذا تسأل مثلا عن الطعام الحلال، تريد تسأل عن فين مثلا ممكن أصلي، أمور زي هذا، أو مثلا للأخوات مثلا محجبات وكذا، فوجود شخص من نفس البيئة يتحدث نفس اللغة يسهل عليك أمور كثيرة جدا جدا جدا. يعني أتذكر في واحدة من السفرات في عن طريق في الشركة سافرنا إلى أحد الدول يعني، وغالبية السكان حق الدول هذا غير مسلمين. فدخلنا أحد المطاعم وحبينا يعني، كنا تقريبا 7، 3 مننا كانوا مسلمين و4 كانوا غير مسلمين. فحبينا نعرف إنه هل المطعم هذا مثلا هل عندهم أكل حلال، أمور زي هذه. فواحد من الإخوان اجتهد يعني في المسألة وسأل، حاب يعرف كيف يعني يذبحوا الدجاج يعني. فجاء يعني نادى على الجرسون يعني وقال له هل لحمكم حلال؟ طبعا الجرسون ما عنده أي فكرة معنى كلمة حلال، لأنه حتى ذكر له كلمة حلال بالعربي، فالجرسون ما فهم. قال له كيف سووا الذبيحة أنتو؟ بالانجليزي قال له، هذه ما فهم. قال له كيف تذبحوا الحيوان؟ برضو ما فهم. فراح زهم على المدير. جاء المدير، فالمدير شرح له، بدا يشرح له كيف امه يسوي الذبح وكذا وكذا وكذا. فالقصد انه الاخ هذا مر في فيلم طويل عشان بس يعرف كيف امه يذبح اللحم والامور هذه يعني. فلذلك وجود شخص من نفس بيئتك يساعدك كثير في هذه النقطه. فهذه بعض فوائد انه يوجد معك ناس من نفس لغتك. والآن مع فوائد أنك تكون في معهد لا يوجد فيه أي شخص يتحدث اللغة العربية أو اللغة التي تتحدثها، أولا طبعا هو عامل الممارسة، ستجبر نفسك على ممارسة اللغة الإنجليزية، وهذا شيء ممتاز جدا وهذا بلس كبير جدا. فوجود آخرين معك، طلبة انترناشنالز أو أجانب معك في الفصل من اليابان، من كوريا، من البرازيل، من الصين، من روسيا، هذا طبعا حيخليك تتحدث معهم وتتعلم وتبدأ تدريجيا لغتك تتسارع، تطور لغتك تتسارع، وهذا شيء ممتاز جدا. الفائدة الثانية هي أنك تقدر بشكل أسرع وأحسن تتعلم الثقافات الأخرى، تتعلم الحضارات الأخرى. طبعا هذا الشيء ممكن تتعلمه وفي معاك ناس يتحدثوا اللغة العربية، لكن هذا الشيء ممكن بشكل أكبر لما يكون اللي حواليك ما يتحدثوا اللغة العربية. والتعلم والعلم دائما شيء جيد، أي شيء تتعلمه جديد دائما مفيد لك في حياتك. وأيضا يعني تعلم الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى والله شيء جميل جدا وشيء ممتع وشيء يوسع مداركك بشكل كبير جدا. الفائدة الثالثة لعدم وجود ناس يتحدثوا اللغة العربية أو لغتك معك في نفس المعهد هو أنك تبدأ في توسيع مداركك بشكل كبير جدا، لأنه اللغة دائما المفتاح هي لكل شيء. وعندما ما تتحدث لغتك بشكل كبير، تتحدث لغة أخرى وتندمج مع الطلاب اللي يكونوا من ثقافات وحضارات أخرى، في أشياء كثير يعني ما تكون تعلمها تبدأ تتعلمها وتبدأ تتوسع مداركك. يعني أعطيكم مثال بسيط، مثلا لو عملت العلامة هذه مثلا الآن، لو عملت هذه الآن، في بعض الدول هذه العلامة معناها روح كذا. طيب، ففي المجتمعات بالذات اللي نحن مننا لما نقول روح كذا يعني روح يمين كذا، لكن هم لا، يقول لك روح كذا. طيب شايف كده، مع ان هذه العلامة قد تكون يونيفرسال يعني معروفة في دول كثيرة، لكن خذ العلامة هذه مثلا، هذه في بعض الدول معناها جيد
في بعض الثقافات معناها اطلع فوق. ففي اختلاف كثير، يعني مثلا ممكن واحد مثلا تكلم مع واحد مثلا من دولة آسيوية تسوي له كذا فيقول لك ليش ما نطلع الدور اللي فوق ليش، لكن ممكن في مثلا في عالمنا تسوي الواحد كذا معناه قصدك جيد، حتى الخواجات تقول لهم يقول لك جود. فهذه بعض الامور البسيطه لكن ممكن تتوسع وتوصل لامور اكبر بشكل كبير جدا اللي ممكن تتعلمها وتوسع مداركك وتخلي يعني تخلي الحياه انترستنج لك، يعني لما ما يكون حواليك ناس يتحدثوا لغتك، مع انه برضو ايضا ممكن تتعلمها لما يكون في معاك ناس يتحدثوا اللغه العربيه، لكن بعدم وجودهم العمليه تتسارع بشكل كبير، وهذا من تجربه شخصية. الخلاصة هي عدم وجود متحدثين باللغة العربية معك في المعهد هو أفضل بشكل كبير لا شك، لكن وجودهم أيضا ما حيكون مشكلة وما حيكون سبب لك لعدم تعلم اللغة الإنجليزية. وإن شاء الله في الفقرة الجاية الآن سأعطيكم بعض النصائح عن كيف ممكن تمارس اللغة الإنجليزية حتى لو معك في المعهد ناس يتحدثوا لغتك. النصيحة الأولى، لازم ما تجلس معهم في نفس الطاولة. كل المعاهد اللغة الإنجليزية عندهم أنواع مختلفة من الطاولات، غالبا يستخدموا الطاولات الدائرية ومرات تكون طاولات مستطيلة أو مربعة ويضعوكم في مجموعات أو جروبس. دائما حاول تختار الجروب اللي ما يوجد معك أي شخص تحدث اللغة العربية. النصيحة الثانية، حاول قدر المستطاع ما تجلس أول ما تدخل الفصل ما تجلس مع شخص يتحدث اللغة العربية اللي جنبك على طول يعني، والسبب هو أنه في الغالب أكثر شيء تتحدث معه، أكثر شخص تتحدث معه في القاعة وأنت في القاعة هو الشخص اللي جنبك، يا على يمينك أو على يسارك أو أمامك أو خلفك حسب تنظيم القاعة الفصل عندك. شوف كيف يكون الأقرب لك، لأنه مرات في بعض القاعات الأقرب لك هو اللي جنبك اللي على يمينك أو شمالك، مرات اللي أقرب لك هو اللي أمامك أو اللي خلفك. خلي أقرب شخص لك شخص ما يتحدث اللغة العربية، هذا أيضا حيساعدك إذا حبيت تتحدث، إذا حبيت أمور بسيطة مرات كل شخص يدرس يلاحظها، مثلا إذا تريد مثلا قلم، تريد شيء، تريد براية، تريد كل هذه الأمور يعني ممكن تطلبها، ستضطر تطلبها باللغة الإنجليزية، وهذا أيضا سيساعد في مسألة أنك تبدأ تتحدث بشكل تدريجي. النصيحة الأخيرة هي السكن، وهي أهم نصيحة. مهما كان عدد الطلاب اللي موجودين معك في المعهد، عدد الطلاب العرب سواء كانوا قليل أو كثير أو حتى لا يوجد منهم، دائما تأكد أنك ما تسكن مع شخص يتحدث اللغة العربية عشان ممارستك تسير بشكل أسرع، لأنك أنت ممكن تقضي في المعهد 3 ساعات 4 ساعات أو 5 ساعات، لكن كل باقي يومك يا في البيت يا تخرج من البيت وتعود للبيت مرة أخرى. فبالتالي هذا الشيء يعني الكثير يغفلوه، يعني أنت المعهد هو بالعكس ممكن يكون أقل عدد ساعات تقضي في يومك هو لو أنت موجود في المعهد، ممكن تقضي ساعات أخرى زي النوم، يعني ممكن ضعف سعر الساعات اللي تقضيها في المعهد. فحاول قدر المستطاع انك ما تسكن مع اي شخص تحدث اللغة العربية، هذا خليه شيء اساسي لك وشيء محوري، لما تجد قبول من معهد اطلب منهم هذا الشيء بشكل اساسي وواضح جدا، لانه سيساعدك في الممارسة ويساعدك في التعلم بشكل كبير. يفضل ايضا انك تسكن مع عائلة، لكن حسب قيمك حسب أولوياتك، ما تخلي الحياة صعبة عليك. إذا في أمور معينة ما تريدها خليك واضح معهم عندما تطلب السكن مع عائلة. إذا في مثلا أي مثلا أمور عندك، مثلا زي عندك لا سمح الله عندك حساسية من بعض الأطعمة، عندك مثلا برنامج معين لك تحب يكون في البيت، فهذه كلها خليها واضحة قبل ما تسافر، وخليها واضحة للمعهد نفسه عشان ما تتعطل وعشان ما تضطر من الانتقال من بيت لبيت، وهذا طبعا حيلهيك عن الهدف الأساسي اللي أنت موجود فيه هناك اللي هو دراسة اللغة الإنجليزية. أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الفيديو أفادكم. لو عجبك الفيديو لا تنسى تشاركه مع أصدقائك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على لايك، وأراكم إن شاء الله في فيديو قادم.